اهلا بيكم. ان شاء الله النهارده نتكلم على الفاليابلز او المتغيرات. طيب بتاعي كده هنشغل كوب بلوك، اختار دي طبعا. اوكي، بيبدأ يفتح معايا زي ما انتم شايفين اهوت. بختار فايل، بختار فايل، بختار نيو بروجكت، وبعد ما البروجكت بختار كونسول ابليكيشن، وبعدين بدوس جو، بدوس نيكست، بختار السي، بدوس نيكست. لازم يبقى عندي اسم، بختار مثلا تو. لازم هنا فولدر تو كرييت، لدوس هنا اهوت وتدوس على فولدر. ممكن اختار ده وادوس سيلكت فولدر او ادوس نيو فولدر براحتك، يعني ده او ده. ممكن ادوس نيو فولدر، تمام، ودوست بقى نيو فولدر ودوس سيلكت فولدر براحتك يعني. ودوس نيكست. نيكست بقى موجود معايا هنا اهو، ممكن اكتب من خلاله. تمام، ده الكود بلوكس. لو انت حضرتك عايز تشتغل على الموقعين اللي قلنا عليهم برضو عادي، مفيش اي مشكلة خالص. اشتغل على الكود بلوكس ماشي، اشتغل على الموقعين برضو ماشي. موقعين بتدوس على اللينك وتفتح على طول. طيب هنتكلم على ايه النهارده؟ النهارده هنتكلم على المتغيرات. يعني ايه يا عم الحاج المتغيرات؟ طيب المتغيرات هي عبارة، بص، عارف انت اما تجيب مثلا غرفة، حلو، والغرفة دي تدخل فيها قيمة وبعدين تخرجها او تغيرها كل شوية، بس انت حاجز لها مكان. يعني تعال ندي مثال عملي. انت راجل دلوقتي شغال في محل بقالة، وعايز تعرف يعني تطلع ورقة فيها مجموع الحاجات اللي اشتراها كل واحد، فبتعمل كذا غرفة او كذا مكان. واحد جاي يشتري من عندك بصل ب 10 جنيه، اشترى من عندك بطيخ مش عارف ب 5 جنيه، اشترى من عندك سمك ب 2 جنيه، فتروح عامل له ايه قديش وتقول له ده حسابك كذا. خلاص مش الراجل، القيمه دي خلاص اتغيرت. يجي واحد تاني بعديه يشتري ب 2 جنيه ب 3 جنيه ب 4 جنيه، تجمعهم له تقول له ادي حسابك اهم. فكل شويه القيمه بتتغير، ما هي ثابته. قيمه تتغير، ما هي ثابته. تمام، بس هما في مكان لكل قيمه بتتغير. طيب يعني المتغيرات عباره عن ايه برضو بشغل الكمبيوتر؟ عباره عن ممكن تقول مكان اهوت، بحط فيه مين؟ بحط فيه القيمة بتاعته. طبعا احنا عارفين ان الكمبيوتر بيحط بالقيمة اللي هي زيرو ايه؟ زيرو وان. يعني المتغيرات هي مجموعة من البتات تم حجزها في الذاكرة العشوائية اللي هي الراندم اكسس ميموري. طيب هي زي ما شايفين انه مكان محجوز، حضرتك ممكن تسترجعها في اي وقت وممكن تغيرها في اي وقت. تمام؟ يبقى نقدر نقول كده ببساطة ان المتغيرات هي عبارة عن مكان بحط فيه قيمة. القيمة دي ممكن تتغير او ممكن استدعيها في اي وقت. تمام، طالما هو مكان يبقى لازم المكان ده ايه؟ اي مكان ليه ايه؟ اي مكان لمين؟ لمساحة. مش اي مكان بتحط فيه حاجة ليه مساحة. يعني انت مثلا على سبيل المثال ينفع تروح تشتري كيلو برتقال وتحطه في كيسة صغيرة، يبقى الكيسة تساع كيلو البرتقال. طب افرض انا عايز اجيب 2 كيلو برتقال او 3 او 10 كيلو برتقال، ينفع احط جيب ال 10 كيلو برتقال واحطه في الكيسه الصغيره؟ ما ينفعش. نفس الكلام على مين؟ على المتغيرات. يبقى المتغيرات اكنك بتحجز مكان بتحط فيه مين؟ بحط فيه قيمه معينه. تمام، طب افرض القيمه اللي انا هحطها دي اكبر بكتير من او القيمه بتاعتي اصغر بكتير من اللي هحطه فيها. يعني انت مثلا عايز تحط 10 كيلو برتقال، ينفع تحطهم في كيسه صغيره؟ ما ينفعش. فعشان كده المتغيرات ليها انواع، ليها انواع. الانواع ده بتعتمد على ايه؟ على نوع المتغير نفسه. هل المتغير اللي عندي ده رقمي ولا المتغير اللي عندي ده حروف؟ وكمان نوع المتغير ده هل هو عدد ارقام صغيره، مش بنحجز بالبت اهو، هل هو ياخد بت صغيره مكان صغير، هل هو ياخذ مكان كبير، وهكذا. تمام، فالمتغيرات مكان بحط فيه حاجه، المكان اللي بحط فيه حاجه دوت بشوف المكان ده هل هو هيساع الحاجه دي ولا لا،
ونوع الحاجة اللي هتتحط فيه. على سبيل المثال، طب خلي بس على سبيل المثال دي نرجع لنوع المتغيرات. انا عندي حاجة بتسمى الانت، ده نوع من انواع المتغيرات بتاعتي، تمام؟ الانت دوت او بيسموه انتجر بياخد قد ايه؟ مساحته 2 بايت، وهي بتساوي 16 بت، اي اقصى قيمة يمكن فيها هي دي، تمام. طيب يبقى دوت مين؟ دوت الانتجر. طب لو احط فيه اعداد سالبه، نحط فيه اعداد سالبه ممكن يوصل 32 بت، ماشي. يبقى الانتجر هو العدد الصحيح وليه قيمه معينه، بياخد كام؟ بياخد 2 بايت اللي هو 16 بت، ده لو كان موجب. طيب ده نوع من انواع المتغيرات بيسمى انتجر. عندي تاني نوع من انواع المتغيرات، وده بيعبر لي مين؟ عن الاعداد الحقيقية، هو كلمة مين؟ كلمة فلوت، وده بياخد كام؟ بياخد 4 بايت، يعني ضعف مين؟ ضعف الانتجر. ده برضو بتاع مين؟ بتاع الاعداد الحقيقية، تمام. نخش على مين؟ نخش على الدبل. الدبل ده الحجم بتاعه كام؟ 8 بايت. طيب عندنا برضو حاجة بتسمى مين؟ بتسمى الشورت، والشورت دي بتاخد كام؟ 2 بايت. يبقى في عندنا انواع مختلفة من المتغيرات، في عندنا الانتجر، في عندنا الفلوت، في عندنا الدبل، في عندنا الشورت، كل دي بتاخد نوع من انواع المتغيرات عندي، كلها بتتكلم على الارقام، بس بتختلف على اساس حجمها، وبتختلف على اساس بتاخد كسور او بتاخد اعداد فيها ديسيمال نمبر، اعداد حقيقيه يعني ديسيمال نمبر اللي هي اعداد العشريه، وفيها موجب وفيها لونج. اللونج ده 4 بايت 32 بت. طيب عندي حاجه بتسمى تشار، تمام، او بيسمى تشار، ده بتاع مين؟ لو عايز مثلا اعمل حاجه فيها حرف او حاجه زي كده استخدم اعتقد تشار. طيب ده اللي هو اللي بيسمى اللي هو فيه بيسمى اللي هو اسمه ايه ده، فيه يعني كلام يعني. طيب فهنا اكتشف ان انا عندي انواع متغيره منين؟ من المتغيرات، او انواع مختلفه من المتغيرات، تمام، انواع مختلفه من المتغيرات. طيب زي ما انت شايف هنا اهو، ده هو جمعهم لك سواء يعني كل واحد بياخد كام بايت، 1 بايت، 2 بايت، 3 بايت، 4 بايت، وهكذا. بيقول لك بياخد منين لحد فين، بياخد منين لحد فين، زي ما انت شايف قدامك اهو. طيب واحد يقول لك طب ما انا اجي استخدم مثلا، ما انا اوجع دماغي ليه؟ ما انا اروح جاي مستخدم مثلا الدبل ولا اوجع دماغي ولا اريح دماغي خالص، ما انا اريح دماغي واكبر حاجه اشتغلها وخلاص. هقول لك انا عندي مشكله يعني انت مثلا لو انت عندك بيت، هل ينفع اروح جايب مثلا غرفه كبيره احط فيها نص كيلو بصل؟ يعني اروح اجر غرفه كبيره احط فيها نص كيلو بصل؟ لا. فانا على حسب مين؟ على حسب الكلام بتاعي. لو في ارقام كتير وعمليات حسابيه كبيره بستخدم مين؟ لو في عمليات حسابيه كبيره بستخدم المتغيرات على حسب العمليات الحسابيه بتاعتي. يعني ما ينفعش مثلا اروح اجر محل كبير قوي 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 واروح جاي بيع فيه نص كيلو بصل احط فيه كيلو بصل، لا. فعلى حسب الحاجه اللي انا هخزنها وقيمتها ومكانها، على حسب مين؟ على حسب الحاجه اللي انا هشتغل عليها، تمام، على حسب الحاجه اللي انا هجيبها واخزنها واشتغل عليها على حسب مكانها. لو هجيب حاجه كبيره فاختار مكان فيه كبير، اختار قيمه بايت كبيره. لو هجيب مكان صغير اختار قيمه بايت قليله، وهكذا. فيجب يكون في نسبة وتناسب ما بين الحاجة اللي أنا هشتريها وما بين الحاجة اللي أنا مين؟ ما بين الحاجة اللي أنا هشتغل عليها. طيب والدرس ده هيكون نظري، وإن شاء الله هنبدأ نطبق عملي الدرس الجاي. شكرا لكم.